لحق بأصدقائه بعد أن توقف قلبه 3 مرات ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته في الحادث. في 3 وفاة وواحد لسه عايش. حالته حرجة. لا، الحالة العامة سيئة. حالة حرجة. هو على إدراكه الصناعي وعنده نزيف داخلي وتجمع دموي وعنده حاجات كتير أوي. بوظ القلب واشتغلنا معاه تاني والقلب وقف تاني وحاليا شغالين معاه. لا احنا ما نعرفش اللي حصل بره، احنا كمستشفى جوه طوارئ. بس هي حادثة قدام السيارة يعني. ساعات حكومي يا نفسي. دلوقتي في غرفة العمليات. تامر في الطوارئ. وعنده حاجات كتير أوي في جسمه. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحل المنتج تامر فتحي الناجي الوحيد في الحادث المروع، واللي راح ضحيته المنتجين الفنيين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال، حيث تم نقل تامر فتحي الناجي الوحيد إلى المستشفى، وكان في حالة حرجة للغاية مصابا بإصابات بالغة الخطورة بعد ما تعرض الرباعي لحادث سير مروع على طريق الضبعة. ليلتحق تامر فتحي بأصدقائه المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال، وكان شهد محور الضبعة اتجاه الساحل الشمالي حادثاً مأساوياً مروعاً إثر انقلاب سيارة كانت تقل حسام شوقي المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي والمنتجين الفنيين بالشركة. وأفاد مصدر إلى أن المتوفيين كانوا في رحلة لقضاء إجازة صيفية في الساحل الشمالي، وفور وقوع الحادث واخطار الجهات المختصة انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم إطفاء السيارة المشتعلة واستخراج جسامين المتوفيين. وكانت نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزملاء داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.